صيف مصر لهذا العام كان الوجهة الأولى لعدد من زعماء ونجوم العالم العربي والغربي، حيث تداول نشطاء عبر منصة إكس مقطع فيديو وصور لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وهو يتجول في العلمين بالساحل الشمالي ويلتقط صورا مع الأطفال بطريقة عفوية دون حراسة، ما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل. وكانت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اختارت مصر لقضاء إجازتها العائلية هذا العام، وكذلك اختار النجم العالمي توم هانكس التجول في شوارع مصر والتعرف على حضارتها وتناول الملوخية المصرية في إجازته. أما نجوم الوطن العربي مثل سيرين عبد النور ورامي عياش ودليدة خليل وغيرهم فقد اختاروا الساحل الشمالي. ولم يقتصر الأمر على الزعماء والمشاهير، حيث اختارت علامة الأزياء الفاخرة ديور أهرامات الجيزة لتحتضن مجموعتها لخريف 2023.